كريم، هسألك بوضوح. يعني في نقط محددة لما بتيجوا تختاروا لاعب أو لاعبة علشان يبتدي يلعب، هل بتاخد أي حد وأنت حد أي حد بيدخل عندك الأكاديمية، أي طفل بيجي لك بتبتدي تمسكه مضرب وتشوفه، ولا بيكون في مواصفات جسمانية، في مواصفات محددة؟ يعني انتوا اضرب اللعبة يا شباب واحنا عايزين نقدمها للناس شوية، ايه اللي انت بتبص عليه لما بتيجي تختار حد هيدخل يلعب وتبتدي تشوف انه ممكن يكون في امل؟ وطبعا في يعني في عوامل كتير قوي تقدر تقول في السن الصغير ما بين 5 ل 8 سنين اذا كان اللاعب ده ممكن في يوم من الايام يبقى بطل او لا. طبعا صعب قوي ان انا اقول لك 100% اللاعب ده هيبقى بطل او لا، طبعا ما فيش حد في الدنيا يقدر يتوقع اذا كان اللاعب ده هيبقى بطل او مش هيبقى بطل. في عوامل كتير جدا بتحدد القصه دي، طبعا يكون عنده موهبة، بتبان الموهبة دي في السن الصغير ده، بتبان جدا إذا كان عنده موهبة أو لا. جسمه طبعا مهم، لازم أبص على الجسم بتاع الأم والأب لأن هي عوامل وراثية مهمة جدا، لأن الإسكواش زي ما حضرتك عارف لعبة بتحتاج مجهود عالي جدا، فالجسم لو مش مظبوط أو في عوامل وراثية يعني مش مظبوطة في الجسم، أعتقد اللاعب هيتعب جدا في المستقبل. لكن طبعا الموهبه اهم حاجه، يكون هو حابب اللعبه. يمكن زي ما نوران شرحت ان هي جربت كذا لعبه في السن الصغير لحد ما حبت الاسكواش وقررت ان هي تكمل في الاسكواش، فمهم جدا ان اللاعب يكون حابب اللعبه واهله ما يغصبوش عليه لعبه محدده، خليه يجرب العاب كتير لحد ما هو اللي يختار سواء الاسكواش او اي لعبه تانيه، واحنا بعد كده بقى بنكمل المشوار نوصله للبطولات والعالميه بعد كده يعني. طيب ده فيزيكلي. طيب وبتبتدي امتى تحس انه في فرق، في مش في النواحي البدنيه، في النواحي اللي هي الذهنيه، وبعيدا بقى عن المهاره والتكنيك؟ يعني من المؤكد انه بتمر العمليه بفترات طويله، يعني ماسكه المضرب بيضرب فين وبيظبط ايده، وبعدين بيدخل في منافسات، وبعدين بيبتدي يعمل التريكس اللي هي، على فكره انا بحب تصوير الاسكواش جدا لانه بيجي من تحت الحيطه من اللي هي بيتضرب عليها الكوره من تحت دي، وقليلين يعرفوا انه دي زاويه تصوير حلوه، بس فعلا بتجيب مشاهد ممتازه. كنت بتحط عينك على الكاميرا وانت بتشتغل في القصه دي يا كريم ولا ايه؟ والله دلوقتي التصوير تطور جدا عن زمان، زي جو ما حضرتك برو بتقول بقى دلوقتي بقى وحاجات كده. الاسكواش ممتع جدا في جزء طبعا جو برو، في جزء تكنولوجي طبعا حضرتك ادرى مني بيها في التصوير وفي الكلام لا ده، ده بحكم الصنعة، لكن زي ما معلش. بقول لك دلوقتي الاسكواش بقى ممتع جدا في الفرجه غير زمان. يمكن الكوره عشان صغيره شويه، زمان كان الواحد بيتعب شويه وهو بيتفرج على سكواش، حاليا بالتكنولوجي الحديثه والكاميرات الحديثه اعتقد كل الناس دلوقتي بقت تتفرج على سكواش وبقت بتستمتع وهي بتتفرج يعني. ممتاز. طيب النواحي الذهنية انت ما جاوبتنيش عليها، بتبان امتى وبتظهر؟ بتبان يعني احنا دلوقتي لما بيبقى عندنا طفل مثلا جاي يشترك في الاكاديميه عنده مثلا 7 سنين، بنفضل معاه بنطور له الحته المهاريه، عمرنا ما بندوس عليه في حته البريشر البطولات والكلام ده قبل سن البلوغ. عند سن 13 او 14 سنه بنبدا نحط بريشر على اللاعب ونبدا نخليه يهتم بالبطولات اكتر، نبدا نخليه لا عايزينه يكسب بطولات محليه بطولات دوليه، لكن في سن اللي هو الصغير ما بنركزش خالص في حته المنافسات دي على قد ما نقدر، كل اهتمامنا بيبقى في الحته السكيلز والمهارات ان احنا ننميها، لان المهارات بتتنمى من سن 5 سنين لحد سن 14 سنه، بعد كده المهارات صعبه جدا انها تتنمى، بتبقى بتحافظ على المهارات اللي انت اتعلمتها في السن الصغير، فدي اكتر حاجه بنركز عليها هي المهارات في السن الصغير، وبعد كده نبدا نركز على الحته البدنيه والحته الذهنيه بعد السن ده يعني. طيب ده تكنيك مهم.